انتي في الاساس ميك اب ارتست. ايوه صح. احكي لي امتى بدأتي المجال ده وامتى حسيتي ان انتي بصي انا بدأت من الميك اب يعني قررتي تكوني ميك اب ارتست. اوكي انا بقالي 4 سنين. اربع سنين من صغري بحب جدا فكره الميك اب، بحب اميكس الالوان على بعض، بحب مش بحد حاطط لون روج مثلا معين، لا بحب احط كذا لون على بعض عشان اطلع شيء يبقى حاجه مميزه. فمن هنا بقى ابتديت اجرب احط لصحابي ده الوقت ده حسيتي فيه انك بتحبي الميك اب قوي، بس كنت بحب وقادره بقى تدي فيه جدا، وكنت بقعد اتفرج كتير جدا على توتوريالز لميك اب، لفيديوهات كتير، اقعد اجرب على نفسي طول ما انا قاعده. وبعدين بقى قررت قلت خلاص انا هاخد كورس عشان اتعلم لنفسي. امتى قررتي انك انت تحولي زي ما بيقولوا الموهبه او التالنت ديت او الحس اللي عندك ده، امتى قررتي تحوليه لدراسه؟ اوكي بصي انا بحب جدا جدا الميك اب، بس ما كنتش بحب الليب جلوس، فدي اكتر حاجه هي دي البرودكت اللي ابتديت بيها، لان الليب جلوس ما كنتش بحبه، ما كنتش بحبه عشان سبب، فقلت يمكن انا لو عملت الحاجه اللي انا بحبها الناس كمان تحبها ويبقى الموضوع محبوب، لان كنت شايفه ان في الاول الناس بتحب الليب جلوس بس كان في لون، حبش الحاجه يبقى فيها لون قوي. قلت لا خلاص. يعني بمعنى ايه يعني هو الفكره ان انت مثلا ابتديتي تخترعي او تنفذي ليب جلوس بنفسك؟ فعلا. ايوه واو. طب ازاي؟ طب ايه الفرق بينه وبين الليب جلوس العادي؟ لا هو بصي مفيش فرق طبعا، بس انا حطيت شويه حاجات عشان ابقى مميزه فيه، يعني حطيت مثلا. طب مفيش فرق، ايه اللي مخليكي في الاول مش حابه فكره الليب جلوس؟ لا في فرق في اللي انا حطيته، بس مفيش فرق، وفي الاول وفي الاخر هو ليب جلوس، ده ليب جلوس وده ليب جلوس. بس الفرق ان انا حطيت اللون يبقى بسيط خالص. مش يبقى لون، مش بيبقى درجه، مش اكنه زي روج، لا بالعكس انا حبيت ان هو يبان شكل شفايفك طبيعيه جدا بس بلون. فهمتك. انما فكره اللمعه او الليكويد الاوفر دي انت كنتيش حباها؟ بالظبط. فكره البيجمنت بس ده تايبس كتير من ال. طيب مين اول حد جربتي تحطي له ميك اب؟ ميك اب كان اختي. ايوه دايما في الاطار اختي ومامتي اخواتي عامه الاطار اللي حواليكي كله. ايوه كان اول حد اجرب له، وبعدين مامي هي صراحه اللي شجعتني قوي وقعدت تقول لي ان لا خدي، طب ليه كده، طب خدي اكتر، اتعرفي على حاجات اكتر، تعلمي على وشوش اكتر وابتدي في الموضوع. انا كنت شايفه ان لا انا واخداها كده يعني هوايه مش فور فان. لعلمك في ناس كتيره جدا ما بتحبش تحول هوايتها لبزنس. بالظبط. تقول لك انا بستمتع بيها. أيوة. فان انت قررتي تحوليها لدراسه وبزنس وتشتغلي فيها. ايوه دي برضو بتبقى خطوه يعني. خطوه، وبتبقى خطوه حلوه لما انت بتعملي حاجه انت بتحبيها، ده اللي انا اكتشفته. طبعا بقى. طبعا حاجه انت بتحبيها، فبتبقي متخيله ان هي خطوه لا ما ملهاش لازمه، انا كده كده بحط لاخواتي وكده، لا بس مع الوقت لما اتعلمت على وشوش كتير، لما قعدت بقى جربت على كذا وش، كذا تون، كذا شكل وشوش مختلفه، عينيها واسعه، عينيها ضيقه، الفاتحه، الغامقه، كل ده بيفرق بجد، فتعلمت اكتر، فبقيت حابه ان انا اطور من نفسي اكتر في الحاجات دي. عايز